السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموقع ده خطير جدا، فهو بيجمع لك أكتر من حاجة في نفس الوقت. تقدر تعمل فيديوهات، تقدر تعمل مواقع، تقدر تعمل لوجو، تقدر تعمل موك أب، تقدر تعمل ديزاين. هو بيديك تمبليت جاهز، أنت بس بتعدل بعض البيانات. يعني ممكن أقول له فيديو وأقول له أنا عايز أشوف إيه الحاجات اللي في الفيديو اللي عندك، فممكن تلاقي تمبليت جاهز، مجرد إن أنت بس هتعدل حاجات بسيطة. خلينا مثلا نختار مثلا رياليستيك إيه انترو للفيديوهات بتاعتي مثلا. فبعد ما تشوفها لو اقتنعت بيها بتقول له كرييت ناو، هتبقى حاجة بالشكل ده. تخيل ده الانترو بتاعك. طيب هقول له كرييت ناو، زي ما انت شايف تقدر تعدل اللوجو، تحط اللوجو بتاعك هنا. ممكن تقول له كرييت لوجو، هو الموقع بيديك ان انت تعمل لوجو وتخترع لوجو، او تقول له حمل لي لوجو من اللي عندك. فانا مجرد ان انا هقول له انا عايز مثلا اللوجو دوت، والتكست ده تقدر تعدل فيه زي ما انت عايز. تقدر تدوس على الكلام وتكتب الكلام اللي انت عايزه، تمام. او اقول له كرييت لوجو، وندخل بقى على لوجو ميكر، يبدا بقى يقول لك اخترع اللوجو اللي انت عايزه ويعمل لك لوجو احترافي، تمام. بيقول لك البراند نيم بتاعتك، وليكن مثلا بيم اريبيا، التاج نيم والديسكريبشن. طبعا التاج نيم والديسكريبشن مفيدين، ان هو بيخصص لك شكل الحاجه اللي انت عايزها. هنا بيجيب لك بعض الاشكال، تمام. بيقول لك اختار 3 اشكال على اساسهم هيشوف لك حاجه قريبه من اللي انت عايزها. طيب نيكست، بيقول لك الشكل اللي انت هتاخده هيبدا ان هو يتحط فيه اشكال زي كده، فانت ايه رايك؟ بحيث تتخيل شكل اللوجو بتاعك. مثلا عجبك دوت، تقدر تعمله كاستمايز او تعمله داونلود. طيب هنا تيجي تشوف الفيديو بتاعك، هتقول له هنا بعد كده بعد ما تعدل التكست هتقول له الستايل، تختار الستايل. الميوزك تقدر تختار اي ميوزك موجودة. او تسجل انت حاجة بصوتك. وبعد كده تقول له بريفيو، فطبعا في حاجات بفلوس، يعني تقدر تعمل هاي كواليتي وتقدر تعمل 4K والحاجات دي كلها. طيب انا هقول له لا، انا عايزها اللي هي مجانا. مجانا بتبقى الجوده قليله والامكانيات قليله شويه، لكن مرضيه بالنسبه لي. فهو بياخد ثواني ويبدا يعمل لك بريفيو للفيديو بتاعك. فهيعمل لك الفيديو بالشكل دوت. تقدر ان انت تحذف الووتر مارك، بس ده فلوس. تقدر تعمل له اديت، لو انت دفعت فلوس هتبقى فيه كواليتي اعلى من كده. ممكن بعد كده تيجي هنا وتقول له سيف فيديو از، يروح مسيف لك الفيديو. MP4